بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن اتبعه هداه إلى يوم الدين. حديثنا اليوم عن نبات من أهم النباتات الطبية والعطرية، وهو نبات الكركديه. وطبعا كلنا عارفين فوائد الكركديه، طبعا كله يعرف عن الكركديه إن هو بنزل بيخفض ضغط الدم المرتفع، ولكن هو ليه فوائد والناس بتحجمه في الفايدة دي بس. طبعا دي البذور اللي احنا شايفينها، دي البذور اللي احنا بنزرع منها الكركديه، دي بتزرعها في التربه، في اي تربه سواء كانت رمليه او طينيه. هنشوف الكركديه بيطلع ازاي، وهنشوف لما زرعناه بيطلع ازاي. بس الاول نشوف هنزرعه ليه والفوائد بتاعته اللي هنزرعه علشانها. زي ما قلنا علاج ضغط الدم المرتفع، دي اهم حاجه بتميزه، ودي اللي الكل بيعرف عنها. اما في ليه فوائد تانيه كتير، اللي هو تعزيز مستوى الكوليسترول الجيد. هو في كوليسترول جيد وكوليسترول غير جيد. اي هنا في كوليسترول الجيد اللي بنسميه HDL، ده الكوليسترول الجيد. اما الكوليسترول الغير جيد او السيء اللي هو LDL، اللي هو الكوليسترول الجيد السيء. تاني حاجه او ثالث حاجه، ان الكركديه غني جدا بمضادات الاكسده اكثر من ما يحتويه الشاي. ثالث حاجه، تعزيز صحه الكبد من خلال تقليل الدهون. على فكرة اللي احنا شايفينه ده البق دي، وده اهم امراض الكركديه. اما التخلص منه سهل جدا، بيترشله اي مبيد حشري مناسب، بنرش فيه سواء اللمبادة بيأثر فيه، او اي مبيد بيرومرسين، او اي مبيد تاني بيشيل الحاجات دي. زي ما احنا شايفين زرعنا البذور وطلعت بعد شجرة سريعة النمو. بعد كده بناخد القرون اللي هي المفيدة دي. نرجع تاني لنكمل الفوائد بتاعته لصحة الكبد، اللي هو بيخفض الدهون بتاعت الكبد. خامس حاجة، التحكم في مستوى السكر في الدم. في حالة شربه بدون سكر فهو بيساعد مرضى السكري في خفض السكر في الدم. سادس حاجة، المساعدة في خسارة الوزن، وعشان طبيعته المؤكسدة واحتواءه على المواد المؤكسدة. سابع حاجة، ان هو مضاد طبيعي للاكتئاب، وانه بيساعد ومهدئ للأعصاب. ثامن حاجة، انه مضاد لبكتيريا المكورات العنقودية. تاسع حاجة، الوقاية من حصوات الكلى. طبعا في محاذير انه لتناول الكركديه، طبعا لو حد ضغط واطي ده من الطبيعي جدا انه ما ياخدش كركديه. الحاجة التانية، بالنسبة لمرضى السكر، طب انت لسه بتقول لي ده مفيد لمرضى السكر، في حالة تناوله بدون سكر فهو مفيد لمرضى السكر، اما في حالة اضافة سكر ليه بيرفع السكر. تاني حاجة او تالت حاجة نحذرها، بالنسبة للحوامل بيحذروا تناول الكركديه. وبالتالي هو عشبة او من النباتات الطبية العطرية الهامة جدا. زي ما قلنا في ارتفاع ضغط الدم هو امن، عشان بينزل ضغط الدم بدون ما يخفض الكالسيوم والمغنيسيوم. غير كده ان هو مدر كمان للبول، التقليل من الدهون الثلاثية والكوليسترول، ومهدئ للأعصاب، بيخفض سرطان المعدة بنسبة 52%، مضاد للميكروبات، بيخفض دهون الكبد زي ما قلنا، بيعمل على انقاص الوزن، علاج الكبد الدهني، مضاد للبكتيريا. دي كلها فوائد للكركديه اللي احنا شايفينه ده. دي القرون اللي احنا شايفينها اللي هي الجزء المستخدم فيه. بعد ما تستوي بنقدر ناخد البذور عشان نبدأ نزرعها تاني. زي ما احنا شايفين حتى بيزرع للزينة، عشان الزهور الجميلة بتاعته دي بيزرع للزينة. ناخد بعد تساقط الزهور وظهور الثمار اللي احنا شايفينها الحمراء دي، اللي هي الجزء المستخدم في الكركديه. دي ممكن نزرعها وناخد البذور ونعيد زراعتها مرة تانية. بالنسبة للخدمة بتاعته، مش محتاج برنامج خدمة، هو التسميد العادي بتاعه. لو حطيت له حتى السماد البلدي العادي بيشتغل عليه. طبعا مش محتاج برنامج تسميد معقد ولا حاجة، هو التسميد العادي حتى لو ضفت له، عشان زي ما احنا شايفين طالع في التربة الرملية عادية جدا، مش ما فيهاش تغذية كتير،
بدليل ان هو ما بيحتاج شيء، مش شرح للتغذية، او بيحتاج تغذية كتير او برنامج تغذية كتيرة. بنزرعه الشجرة زي ما احنا بيكون شجرة، عشان كده بنخلي بين الشجرة والتانية تقريبا من متر لمتر ونص، وبعد ما احنا بدي يكبر بيبقى الشجرة يتفرع، بناخد الاجزاء المفيدة فيه وهي الثمار دي. طبعا فيه معلومات شائعة عن الكركديه، يقول لك لو تشرب سخن بيقلل الضغط، لو تشرب بارد بيرفع الضغط. ده كلام ملوش اي اساس من الصحة، هو بيعمل على خفض ضغط الدم الامن، لانه في حالة تناول ادوية الضغط الاخرى دي بتخفض معاك الكالسيوم والمغنيسيوم. اما ده حل بديل امن، لانه بيعمل على خفض ضغط الدم بدون انقاص الكالسيوم في الدم او المغنيسيوم. زي ما احنا شايفين زراعته في المشتل، بنزرعه قريب من بعض زي ما احنا شايفين كده، ولما تعوز تزرعه في الارض المستديمة بتزرعه على مسافات زي ما احنا شفنا في الجوار ده. لو حبيت تقتنيه في البلكونة في حديقة، حتى لو حطيت شجرة واحدة او شجرتين بيلبوا احتياجات البيت كله، وفوائده ممتازة جدا. ودي كل حاجة عنه اعتقد ان احنا محتاجين ان احنا نعرفها بالنسبة للزراعة، بالنسبة للفوائد بتاعته. في النهاية نتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وفي النهاية لا تنسوا من الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو حتى تعم الفائدة على الجميع لمن يحتاجها من مرضى ارتفاع ضغط الدم وامراض الكبد والدهون على الكبد، واصحاب كل من يحتاج الكركديه وزراعته، حتى لو عملت قصرية واحدة في البلكونة بتأدي الغرض يعني. وشكرا والسلام عليكم.